يعني خالد الطوخي او خالد كفافي، لان انا هنسب اسمه للعظيمه اللي انا اخترت ان انا اصور اللقاء قدامها، لان الست دي انا قابلتها وهي صديقه غاليه عليا، وهي قدمت خير كتير جدا وما زالت، وده شيء بيسعدني جدا ان انا بشوف مسيرة الخير لسه مستمرة. وده الابن الصالح اللي ايه بيدعو لوالديه، فخالد الطوخي بيكمل مسيرة سعاد كفافي، فهو ايضا خالد كفافي. كلامك مظبوط، وميرسي على التقديمة الجميلة دي، واتمنى طبعا ان انا اكون يعني اكمل الرسالة اللي هي بدأتها، وأكون يعني على جزء صغير جدا جدا من اللي هي قدمته وعملته. الحقيقة الأوبرا كجزء من الجامعة هي جزء، لا أنا في رأيي جزء لا يتجزأ. المكون الثقافي مهم جدا جدا أنه يكون مكون مكمل للعملية التعليمية بكل أشكالها، سواء العملية التعليمية المباشرة للطلاب أو العملية البحثية أو باقي أنشطة الجامعة. الأوبرا بتقدم خدمات الثقافية مش بس للطلبة، لا بالعكس للمنطقة، لكل المنطقة المحيطة، منطقة 6 أكتوبر بالكامل. الأوبرا منذ إنشائها يمكن كم الحفلات اللي تم فيها والعروض الثقافية اللي حصلت فيها، اكتدبت قطاع كبير جدا من الناس الموجودين في 6 أكتوبر من سكان المدينة. وهي في المقام الأول الجامعة رسالتها انها مش بس للعمليه التعليميه، لا ده لكل المستفيدين منها سواء كانوا طلاب او كانوا مواطنين ساكنين في المدينه. ايضا المكتبه المركزيه الموجوده اللي فاتحه لحد دلوقتي بقت تفتح لحد الساعه 10 مساء، بتقدم برضو خدمات ثقافيه برضو للمدينه من خلال توفير الاطلاع لكل الباحثين ولكل الراغبين في التزود بالمعلومات أو بالثقافة. كل دي أنشطة الحقيقة أنا بعتبر الجامعة مسؤولة عنها، ودي مسؤولية مجتمعية لا تقل أهمية عن إتمام العملية التعليمية بنجاح. يعني طبعا احنا حضرنا هنا مسرحيات، وحضرنا هنا احتفاليات، وحضرنا هنا حتى الكورال بتاع الاطفال ده كان من الاشياء العظيمه اللي اتعملت هنا. وعارفه ان النهارده بقى حفله اليسا دي بدايه موسم جديد او خطه جديده لاحتفاليات مهمه في اوبرا الجامعه، فانا عايز اعرف برضو الخطه المستقبليه بقى، الانشطه الجديده اللي جايه، هل هيتم عرض ايضا مسرحيات زي زمان ولا هتبقى كلها حفلات؟ وهل هترجع تاني الأوبرا بتاعت الأطفال اللي كانوا بيغنوا وبيسعدونا، وان انت طلعت جيل جديد يعني ممكن أطفال الشوارع كان خدتهم وعملت اللي عندهم موهبة وصلحت لهم طريقهم وودتهم طريق جديد، طريق الفن، ان هم بالموهبة بتاعتهم انهم يقدموا أوبرا. صحيح، هو الإدارة الحقيقة إدارة الأوبرا إحنا مدينها كامل الحرية إنها تتصرف بدون الرجوع لإدارة الجامعة، مدينها استقلال تام عن إدارة الجامعة. إدارة الأوبرا عاملة برنامج الحقيقة طويل، وبرنامج يعني دسم بالأحداث الثقافية سواء مسرحيات أو عروض غنائية أو استضافة فولكلور من دول غربية وعربية. فكرة كولار الأطفال يعني احنا مستمرين طبعا ان احنا بنقدم كل الدعم فيها. هو طبعا كان صاحب الفكرة في الاول كان المايسترو سليم سحاب، واحنا يعني بنحاول نكون على تواصل معاه، احنا بنمد ايد الدعم لأي حاجة ممكن انها تكون مفيدة وتخدم الطفل المصري بصفة عامة، وطبعا الأطفال اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة. الفترة الجاية بقى هيبقى كل شهر في احتفالية في الأوبرا ولا لسه البرنامج ما كملش؟ يعني مش عارفين لا هو البرنامج موجود طبعا، بس يعني تفاصيله طبعا موجودة مع إدارة الأوبرا. تقدري يعني ممكن نرجع لهم نرجع لهم نشوف، بس دي بداية ان هيبقى في بقى احتفاليات كتير، وفي
هيكون في احتفاليات وهيكون في يعني عروض. طبعا برضو الجانب الخير اللي بتقوم بيه في مستشفى سعاد كفافي، برضو عايز اعرف ان كل الفتره ديت ان مفتوحه بالمجاني وان الناس تيجي والدعوه العامه للعلاج بالمجاني، لان دي مهمه جدا ان احنا نحب نقدم الخير مع الفن ده. المستشفى قدمت الرعايه الصحيه المجانيه بالكامل طول فترة المبادرة بتاعت سيادة الرئيس اللي هي مبادرة حياة كريمة، والعلاج المجاني مازال متاح من خلال اللي هو الجزء التعليمي، الشق التعليمي الموجود في المستشفى اللي بيغلق تقريبا أكثر من 70% من حجم الأسرة اللي موجودين متاحين للعملية التعليمية، فبالتالي العملية دي مجانية. أي مبادرة الجامعة ما يعني تتأخرش عنها، سواء علاج داخل المستشفى أو من خلال القوافل الطبية اللي الجامعة بتنظمها واللي بتروح كل المحافظات النائية. احنا يمكن روحنا أغلب المحافظات النائية في مصر، روحنا مرسى مطروح، روحنا شمال سيناء، روحنا جنوب سيناء، روحنا أسوان، روحنا الوادي الجديد أكتر من قافلة. احنا بنستناش ان المريض يجي، لا احنا بنروح للمناطق اللي بتبقى محتاجة ليه للعمليات يعني الرعايه الصحيه والعمليه الصحيه تتم فيها هناك. انا بشكرك وبحييك، ويعني ده يعني اللي بيقدمه شيء جميل جدا، ان هو بيقدم العلم والتعليم، ده من الحاجات علم ننتفع به. صحيح. وده في جامعه العلوم والتكنولوجيا العلاج، والعلاج ده يعني انك تمد ايدك لانسان محتاج فعلا ومجانا، فبرضه دي من الحاجات الحلوه جدا. اما الفن بقى فيعني انتوا عارفين انا قد ايه بدعمه وقد ايه القوه الناعمه دي، حاجه مهمه جدا، هي غذاء الروح وهي غذاء للطلبه وهي غذاء لينا احنا كلنا. فانا سعيده انه بيقدم ثلاث حاجات مهمين لخدمه المجتمع، هو ده خالد الطوخي اللي انا بسعد بيه كل مره وبشوفك، وانت صوره مشرفه لانك تقدم لمصر ثلاث حاجات مهمين جدا بحييك عليهم. ودايما جامعه العلوم والتكنولوجيا والاوبرا مصر دايما هي صرح فني وايقونه كبيره بتستقبل كل محبي الفن في مصر. ميرسي جدا على الكلام الجميل ده، ويعني شرفت الجامعه، وفي انتظاركم ان شاء الله في كل العروض ان شاء الله. معاك في كل العروض ان شاء الله. شكرا لك. ميرسي يا خالد. شكرا. أنا النهاردة في سرح فني كبير، أنا النهاردة واقفة في مكان يليق بأن جامعتنا يعني فيها مكان زي ده بتقدم الفن الجميل، وفي وقت ما بقاش فيه فن جميل كتير. إحنا في أوبرا جامعة مصر، أيقونة أنشطة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والفضل طبعا بيرجع لصاحب الرؤية والفكر، شخص فاهم يعني ايه ابداع، يعني ايه فن، يعني ايه قوة ناعمة، فاهم ايه اللي بيقدمه من خلال أوبرا مصر للفن وعشاق الفن، هو الأستاذ خالد الطوخي. رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، النهاردة البداية واللي جاي أحلى زي ما بيقولوا، اللي جاي هيكون في حفلات كتير مهمة موجودة هنا في أوبرا مصر هنكون معاكم. النهاردة بقى الليلة الأولى مع الإحساس مع الفن، هنعيش
مع ملكة الإحساس، هنعيش مع المطربة اللي وصلت للعالمية، نجمة الغناء اللبناني ونجمة العالم العربي من المحيط للخارج، مع شموخ شجرة الأرز، مع عطر لبنان، مع صوت الحب والرومانسية، مع أيقونة الإحساس. مين؟ إليسا. إليسا.
Saluni, 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 saluni.
عزيز طبعا استاذ
خالد توخي علشان هيسلمها تكريم درع الجامعة. So sweet, thank you. Thank you. نورتينا. حط الورد عشان استلم الدرع. تمام عملنا كده. تحية إليسا حبيبتي. بيتي جمهور الجامعة جمهور مصر كله. النهاردة ليلة مميزة، ليلة من ألف ليلة وليلة، لأن معانا ملكة الإحساس، معانا أرزة لبنان، معانا الحب كله، أليسا اللي منورانا النهاردة واللي جمهور مصر كله سعيد بيها، سواء في مكتبة اسكندرية الحفلة اللي عملتها امبارح أو النهاردة في أوبرا مصر. وطبعا النهاردة أوبرا مصر بتحتضن الحب والإحساس والرومانسية اللي منورانا النهاردة. حبيبة قلبي، أول شيء مرسي على حكيك وعلى ذوقك، وأنا وجودي بمصر بأي منطقة يعني بأي محل بيسعدني، بالإسكندرية، بالقاهرة، بالمنصورة، المهم ما بتصدق الفنان أو أنا بحس بنجوميتي بهالبلد، يعني تعرف مع العالم وحبهم وأنا بموت فيهم يعني والله. وانا ليكي مكانه من اول يوم ما طلعتي، الحمد لله. الحب ده اللي بينك وبين المصريين ارتبط بيكي ازاي الشعب المصري؟ اكيد من اللهجه، يعني من الاغاني المصري. بس في شغله، يعني الشعب المصري كتير كتير دقيق، يعني مش اي فنان برات مصر بيقدر يحبه، يعني ما يعني في امثال كتير اذا بدنا نسمي، طبعا ما راح نسمي. يعني نعمه انه المصريين يتقبلوا فنان جاي من خارج الوسط تبعهم. اكيد اللغه ساعدتني، اللهجه بالاحرى، اللهجه المصريه بالاغاني، الاحساس، حبوني، يعني النتيجه حبوني. ما بقدر اقول لك، بعرف انه في 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 تلاقي انا وياهم، في كيمستري حلوه انا وياهم، في كيمستري. الكيمستري بينك وبين المصريين كبير جدا، كبيره قوي، اكيد شفتيه امبارح وشفتيه النهارده، بشوفه دايما صراحه. يعني غبتي عنا فتره، الفتره ديت هتغيب، هتبقى اكتر، ولا نقدر نقول دلوقتي هيبقى في تواجد ليكي في مصر الفتره الجايه؟ لا، الفتره دي مع تامر عبد المنعم انا شايفه تواجد، عامل شغل جامد، عامل شغل جامد. لا، حيكون في تواجد اكتر، بهمنا وين عم نكون، التوقيت يكون مزبوط، كون انا قادرة اكون موجودة انا، لانه هلأ عم حضر ألبومي في اغاني مصري، 12 مصري ما فيش، في اربعة لبناني والباقي مصري. الله راد على عيد الفطر ان شاء الله بنزله، يعني ان شاء الله الناس كلها عايزه تطمن على صحتك. صحتي كويسه الحمد لله، وسليمه وكله تمام ورجعت زي قبل. اهلا وسهلا بيكي، حبيبه ودايما قلبي. منوره دنيتنا. شكرا. ودايما انت ملكه الاحساس. ثانك يو حبيبتي، سعيده بوجودك، وسعيده ان قدر النهارده خالد الطوخي يجمع كل محبي اليسا على خشبه اوبرا مصر. منوره. اول شيء انا تشرفت اليوم بوجودي هون، دايما مثل ما قلت لك انه سعاده لالي وشرف لإلي انه اكون موجوده مع، يعني بالذات بمصر ومع المصريين، مع احترامي لكل الشعوب العربيه، بس بحسه يعني بلد الثاني، بلد الثانيه اللي بنتمي له كفن، ويعني قد ما احكي ما بقدر اعبر، بس انا سعيده كثير. واحنا سعداء بيكي، واهلا بيكي. مرسي. واهلا بكل الناس اللي جت النهارده حبا في اليسا، وشكرا خالد الطوخي، اوبرا مصر، جامعه مصر للفنون والتكنولوجيا، شكرا ليك. We'll be right back.